الحمد لله كل ده من فضل اختي الدكتوره والمعاونين طبعا. ليش انت اول ربنا يكرمك. احنا بدانا يا جماعه في رابع جلسه يا جماعه. انا عايزه اقول لكم الحاله دي كانت جايه لي التهاب نخاع شوكي، انزلاق غضروفي قطني وانزلاق غضروفي في عنقي في الفقرات العنقيه وسقوط ادم. كل ده يا جماعه كان جايلي الحاله دي فيري كومبليكيتد. احنا عملنا اربع جلسات ووصلنا ما شاء الله للنسيجه دي. انا عايزه اقول لكم ان هو كان ما بيمشيش لوحده، ان هو ماشي لوحده. فانا خدوني من على باب العياده بعد اربع جلسات يا جماعه. اصابه نخاع شوكي، التهاب في النخاع الشوكي ما شاء الله. انا قلت له لا فيديو على طول، انا مش الحمد لله ما شاء الله. يعني بصوا يعني انا ماشيه جنبه عشان انا قلقانه، بس زي ما انتم شايفين الحمد لله ما شاء الله. بجد انا طول عمري بحكي ازاي ما تقولش اي حاجه. ربنا يخليكم بجد. انا مبسوطه اكتر منك. انا صدمت، انا كنت بزعرف جوه دلوقتي. ورينا تاني كده يا بلد. لا هو الحمد لله الحلقه يا جماعه انتم متخيلين احنا اشتغلنا على كل اصابه من الاصابات. اشتغلنا على اصابه النخاع الشوكي، الالتهاب بتاع النخاع الشوكي. اشتغلنا شد فقرات كمبيوتر على الفقرات القطنيه وعلى الفقرات العنقيه. واشتغلنا على الام الظهر والرقبه كمان، واشتغلنا على سقوط القدم لحد ما وصلنا وكان عندنا التهاب اعصاب طرفيه. دكتوره سلمى كانت عامله له صح افتكرت. كان عندنا كمان التهاب اعصاب طرفيه. دكتوره سلمى صديقتي العزيزه اللي بحبها جدا جدا، من اشطر واكفى الناس يا جماعه على فكره في رسم الاعصاب ورسم المخ. كانت عامله له رسم مخ، اكتشفت ان هو عنده مع الاصابه دي التهاب اعصاب طرفيه. فاحنا عشان العيان متشخص من كل ناحيه صح، فاحنا حطينا ايدينا على كل مشكله وعالجناها على كده. فقدرنا نوصل، احنا لسه في اربع ايام قدرنا نوصل للنتيجه اللي احنا شايفينها ما شاء الله. هو ما كانش بيمشي لوحده يا جماعه زي ما انتم شايفين، وقوف وماشي لوحده. احنا كلنا ده احنا لسه في طلوع ونزول سلم عملناها خلاص. طب يلا احنا يا جماعه ما شاء الله، الله اكبر. طلوع ونزول سلم. زودنا على المشكله كفايه. زودنا عليها كمان ان هو كمان عنده التهاب اعصاب طرفيه شديد، فاشتغلنا على التهاب الاعصاب الطرفيه، اشتغلنا على الانزلاق الغضروفي القطني والعنقي، واشتغلنا على الالتهاب بتاع النخاع الشوكي لحد ما وصلنا لما مسكنا كل مشكله وعالجناها صح، وصلنا ما شاء الله للحلول الحلوه دي. الحمد لله. ربنا يبارك لك كده وصحتك وعافيتك يا رب. امين امين. انا على فكره والله ببقى فرحانه زيكم واكتر. يعني انا يعني مبسوطه جدا جدا جدا. انا فرحانه من امبارح ما جبتش من 8 الصبح. انا ازعجت الراجل نام كده سدوله. هو اول يوم جالي اصلا يقول لي الجلسه 11 ساعه. انت قلتي 6 ساعات. والله انا بقى لي 11 ساعه. لأننا اشتغلنا على كل حاجة فعلا عشان نقدر نوصل بالسرعة دي اللي احنا فيه ما شاء الله. الحمد لله ربنا يكمل شفاك على خير. خطوتين ربنا يكمل شفاك. دكتور عبد الله المتعهد الرسمي والتصوير.